السلام عليكم مشاهدين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا الف خير يا رب العالمين. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. غنشارك معكم واحد كيكه عجيبه كما كيقولوا، مون عجيب. المهم راه نديرها فيها. عندنا هنايا اخوتي المقادير ديال هاد الكيكه هادي. عندنا سيدي كاس ناقص صبيع ديال الزيت الروميه، وكاس ناقص صباع ديال السكر، وكاس ديال الليمون، يعني برتقاله مره. هذه ماشي برتقاله مره، هذه برتقاله حلوه. المهم علينا، عندنا بالشرط حد النص ديال الليمونه ديال البرتقال باش كلشي فاهمه. البرتقال بشرتها، وعندي هنا ثلاثه البيضات وواحد الخماره ان شاء الله بحول الله، واحد قريص الملح حتى انا خليته هنايا في جنب، خليته هنايا قريص الملحه باش كتعطينا واحد اللذه في هذه الكيكه هذه ان شاء الله. وانتم معايا المشاهدين، يلا نبداو على بركه الله، وصلوا على رسول الله افضل عليه الصلاه والسلام. ونبداو بسم الله، نبداو بالبيضات ومن بعد نضيفوا عليها السكر سنيده وداكشي اللي باقي ان شاء الله. انتم معايا المشاهدين، كنحركوا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. ولا نسيت ما قلتلكمش، واحد كاس تاع دانون يعني طبيعي ماشي عادي، ما كاينش كريمي. وصافي غادي نضيفو حتى هو معاهم. دابا نضيفو الزيت ان شاء الله، والكاس تاع البرتقاله مره. هتوناش اشتراك مع الحباب ومع الصحاب ومع العائلة، وفضل الله يسأمر أخوتي. الله يحفظكم ونوركم يا ربي العالمين. ما يدخل علينا هاد العواشر، بارك مسعود علينا بالصحة والعافية يا ربي العالمين. هذا ما كان أخوتي. دابا نضيف عليها الدانون هذا إن شاء الله. دابا كنصور غير بيد وحدة، راه عندي ديك ديال سميتو، والعكز أخوتي العكز ما يدير ما فيه من جبدة. ما قلت هذا غير كيكة ماشي شي حاجة يعني سهلة، قلت بلا ما نجيب ديك اللعيبة ديالها. المهم علينا، دابا غنحيد هاد غنخوي دانون ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. غنكبو هنايا وغنضيف عليه الطحين والخماره. هانتوما معايا المشاهدين، هنا عملت كاس ونص تاع الطحين وواحد الخماره، وغادي نغربل هاد الخليط ديالنا ان شاء الله باش كنحيد ديك الحبيبات اللي كيكونوا في الطحين اولا في الخماره. شو يبقى لنا شي هكا؟ نخلط تدريجيا، لا باقي تزيدو الطحين نزيدو ان شاء الله. المهم لا حسب، و انتو معايا المشاهدين، ما تقوليش انا ما حادكاش. ها حاد قنوط كندير كيكه، اسهل حاجه نوض دير تداو اش نديرو؟ كون نهار ورزقو اخوتي، كون نهارو نهارو بنادم ما يبقاش غير. انتم عارفين العالم احمر شنو داير فينا حاله، ما شافينا حاله وصافي دار ما بغى. ايوا خوتي دابا غنكور ونحط، ما عندي ما ندير، اللي عطى الله هو هذا خوتي. ايوا اش نديرو؟ الحمد لله ما بقى ربح، ما بقى ربح. المهم اش مي داكشي ما يضيعناش وصافي. هذا ما كان اخوتي، بنادم يتخلاش على بيتو يحافظ عليها ويدير عليها كتار من الجهد. ها دابا نزيد ليها الطحين، مازال نزيد لها الطحين. وها انتوا معايا اخوتي المشاهدين الكرام العزاز، ايوا شي يدير واحد السلاك اخوتي، السلاك ملي يسلك ويؤدي قدي وعدي قدي وعدي واخوتي، قدي وعدي، وما عندك ما ديرو، اللي عطى الله هو هذا. اش نعملو؟ ما عندنا ما نديرو. ايوا الحمد لله على كل حال، ملي مطلب غير الصحه والسلامه، حتى حاجه ما تدوم، ما يدوم غير الله سبحانه. هادشي اللي كاين اخوتي. ايوا صافي دابا نخلطها مزيان، بارك علينا، نزيد لها حتى حاجه، صافي هو هذاك. دابا نخلطها مزيان وغنكبها في ديك المون العجيب. انا درت ليها الزبده، دهنتو بالزبده ومن بعد نكب عليها هاد
هاد الخلطه هادي اللي عملت ان شاء الله. انا قلت لكم درت حاجه اسهل حاجه، ماشي شي حاجه صعيبه. ايوا هادشي اللي كاين. هذا هو المون ديالنا اخوتي، وهذا دابا شعلت الفران على 180 الحراره، يعني شعلت الاسفل ومن بعد غنشعل الفوق اعلى ان شاء الله بحول الله. وانتم معايا ما غادي يوجد لنا هاد الكيكه ديالنا السهله المهله. وانتم معايا المشاهدين، دابا ان شاء الله بحول الله نمشيو للتزيين ان شاء الله. دابا درت هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده ياكو، وعندي كاس كبير ديال التشين، وهذا الزواق اخوتي، وهذا سميتو مايزينا، عندي واحد المعلقه ان شاء الله بحول الله رب العالمين. هيا دابا ملي درت معلقه كبيره ديال المايزينا وكاس ديال التشين، وغادي نحركو مزيان، وغادي نشعل على البوطه ونبقاو نحركو حتى توجد لينا هاد الوصفه هذه ان شاء الله بحول الله. هانتوما معايا المشاهدين، دابا نشعل البوطه عليها ان شاء الله. هاي دابا قصحت لينا الخلطه، دابا غنكبوها ان شاء الله بحول الله فكيكه ديال زوقنا زواقه عشوائيه. دابا نكبوا هاد الخليط ديالنا ان شاء الله بحول الله فوق هاد الشيء ان شاء الله. هيا دابا نخليوها تبرد لينا ونقطعوها الشكل اللي بغينا. ها نتوما خوتي رجعت لكم زينتها عاوتاني، قلت لكم بهذا اللوز ايفيلي، دابا كي جبان لكم بان لكم زينه دابا ياكو تغزاله ما شاء الله تبارك الله الرحمن. كنقول المثل زوقت بيع، وها خوتي انا زوقتها لكم. يلا ها هي مبرد لينا، غادي نقطع منها واحد الطروس ونوريكم ان شاء الله بحول الله رب العالمين. نتمنى تكون تعجبكم هاد التورته هادي اللي عملت معكم، تكون احسن ما يغرم يا رب العالمين. ونمشيو للمقادير ديالها ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. هانتوما معايا المشاهدين، ها هي ملي قطعت منها الطروس كتجي على هاد الشكل هذا، طيبه مزيان. ايوا هادشي اللي عطا الله. يلا نخليكم فيديو الجاي ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين.